ان احنا هنبسط مع بعض. ازيك يا ابو كمال؟ زي الفل منور. تصدقوا انا فعلا من قلبي مبسوط جدا جدا. ياه، عارف يا ابو كمال، انا حاسس ان لبنى هي العروسه وانت العريس وجاي تتقدم لها بقى، وانا ايه، وانا قرفك بقى في الشبكه والمهر وال معلش بقى يا ميشو، احنا جايين عشان حالة السعادة والبهجة والمرح اللي انت فيها دي هتخلص على طول. احنا جايين عشان نقلب الترابيزة في خلقتك ونقولك لو عايز يعني تخبط راسك في اي حيطة اختار اي حيطة من دول، يتهيألي الحيطة دي كويسة تقعد تهبط دماغك هنا فيها. هو انا ما قلتلكش؟ لا. مش احنا اتجوزنا من يومين؟ حتى صور الفرح هنا تحب تشوفها؟ سلايد شو فظيع، كله بقى ورود وعصافير فراشات عرسان بقى. ليمون يروق دمك، واضح ان ضغطك بقى في السماء. انا طالبهولك على فكرة، بلاش ليمون. رمان. وكريم قوله اقوله مش هي دي الورقة اللي انت كنت بتضغط بيها علينا وتبتزنا علشان تاخد لك بيها قرشين؟ اهي الورقة دي بقى اتقطعت. على فكرة يا لبنى، انا لو رفعت قضية بحضانة كريم هكسبها من اول جلسة، وخصوصا بعد ما اتجوزتي. ارفعها واكسبها. مراهنة انت او ان انا مش هعمل كده صح؟ لا، هي مراهنة ان انت مهما كنت عاوز يعني تبقى وسخ فانت في النهاية اب. حدش كلمك، انا بكلم ام ابني. انا بكلم مراتي، ما وجهتلكش كلام. سامعك يا حبيبي. بيتهيألي يا حبيبتي ان هو اكيد عارف ان مصلحة ابنه انه يعيش مع امه، غير بقى ان لو ربنا قدرني ان شاء الله اقدر اسفره واكمل تعليمه بره. ربنا يخليك ليا. خليك ليا يا روحي. بيتهيألي كده الكلام خلص، تقدر بقى ترجع تشوف اللي انت كنت بتعمله. احنا عرسان جداد محتاجين نقعد مع بعض شوية نلطف قعدة جميلة. حقكم، ألف مبروك. Have a nice time. Enjoy. آه صحيح، بالمناسبة فكرتوا هتقولوا لكريم إزاي؟ مش معقول الولد هيبقى راجع من المدرسة يخش على البيت يلاقي أبو كمال قاعد بالبيجامة ومدلدل رجليه على الكنبة. أنا بصراحة مش هقدر أقوله، أنا آسف. مش هينفع، الولد هيتصدم. اقول له ايه؟ اقول له امك اتجوزت من وراك؟ هي كما لو اني بقول له ابوك مسرح نسوان، ينفع؟ ما ينفعش طبعا. انا مش هقول له حاجه، شوفوا انتوا حابين تبلغوا ازاي. ومبروك مره تانية، انا هخليهم يشغلوا لكم الويدنج مارش. انجوي. احنا مهنجين ليه؟ هو مش كريم كان كده كده هيعرف؟ يعني احنا لما اتجوزنا مش كنا عاملين حسابنا على كده؟ مهنجين علشان هشام ده شيطان، والشيطان بيعرف يدخل لك ازاي ويحسسك بالضعف ازاي. اشرب اصلا، هي اللي ما حدش بيشرب غيرها اساسا، هي اللي علمتني اشرب. حبيب قلبي، ان ليله بركه الا انت يا قلبي. انت هتفضلوا تشربوا مخابة تاني؟ اشربوا. البني
آدم ده عجيب جدا، ساعات بيتهيأله إنه يقدر يعمل أي حاجة، وساعة الجد يجيب له ورا. يعني مثلا يجي لك يقول لك إيه، أنا ممكن أنط من على السور ده، الأرض قريبة مش هيحصل لي حاجة، فنجيب له السلم ونطلعه، نط ما ينطش، ما تنط يا جبان ما ينطش، وزي الكلب ينزل من على السلم زي ما طلع. هلا هو في إيه يا شيمو؟ هي السيجارة دي عملت معاك دماغ ولا إيه؟ الله ده شوية هوا. أو اللعب في الحاجات الصغيرة دي هو اللي بيعمل دماغ، زيها كده زي المزة بتنزل قبل ما التقيل ينزل. كمال كمال كمال، هشام لسه قافل معايا بيقول لي انه راكب كريم تاكسي وزمانه دلوقتي على وصول، بيرقصنا البيه، بيرقصنا الترقيصه بتاعت الصبح، عايز يقول لنا الولد اهو عندكم، شوفوا بقى هتتصرفوا ازاي. طيب همشي ولا اقعد ونقول له؟ ما نقول لكريم بقى، نقول لا طبعا ما ينفعش، انت لازم تمشي وحالا، يلا قوم غير هدومك يلا يا كمال. طيب طيب، حتى القهوه ما عرفتش اشربها، ساتر قهوه ايه بس. الفرشة مكنة الحلاقة، فرشة السنان، فرشة السنان، يلا يلا. حاضر 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 حاضر، ماشي خلاص كويس، بس 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 كويس، بس ازيك يا ماما؟ يعني ايه تقعد مع بابا كام يوم من غير ما نبقى متفقين؟ مش متفقين ازاي يا ماما؟ ما بابا قالك. لا ما قاليش، وحتى لو قالي المفروض ان انت اللي تكلمني وتقولي بنفسك، مش كل لما اكلمك الاقي تليفونك مقفول. ما والله بابا خد مني التليفون يعمل منه مكالمة وضيعه، ولسه لقيه النهارده الصبح. طب وعملت ايه في اليومين اللي فاتوا؟ رحنا يومين عين السخنة وباقي قعدنا هنا عند بابا. ما تقلقيش ما روحتش في حته، ممكن تبي تسالي. كنت بتذاكر هناك ولا لا؟ يا ماما ذاكر ايه يا ماما، انا في اجازه، ولا هو اي عكننه وخلاص. شوف الولد. طب يلا يلا خش خد دش على ما احضر لك حاجه تتعشى بيها، ويسيب ده. الصلصه غليت، عطفي. لا 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 خليها زي ما هي، وريني يا مال. اسم الله عليها. الله، انت حاطه عليها ايه؟ حاطه عليها خلطه منير. بصي بالي. حاضر، بصي بنت بنتك عامله البتنجان ولا تقوليش، عندها 100 سنه، شاطره يا ملك يا حبيبه عماتك. هو في اشطر من بنات وفاء؟ يحسن الله، هو اكبر عليهم. اتفضلي. ايه ده، في حد جه بره؟ انا هروح اشوف مين. لا استني هروح انا. حاسبي بقى. الله. انت حشرية يوه يا منيرة. الله، طب اتفضلي اقعدي على بشوف ماما بس. و ايه ايه شكلكوا كده داخلين على مرحلة جديدة. كمال انا هستناك في العربية. لا لا تمشيش، مش كل ما تشوفيها في حتة تسيبيلها المكان وتمشي. فين ماما؟ انت جايبها عند امك، يعني مش في المناسبات بس. اتجوزنا يا وفاء، ارتحتي؟ اتجوزنا. يا مصيبتي يا مصيبتي. ومصيبتك ليه يا اختي؟ ما تباركي لاخوكي على مراته الجديده، زغراتي يا منيره. انا لازم امشي. لا استني استني، ما تمشيش. لبنى لبنى، انت مش عارفه زغراتي؟ ازغرات انا؟ لا 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 لا، يلا يا بنات باركوا لابوكوا. بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه يا وفاء؟ هو انا ما
بص على راسك بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعملي البنات كمان؟ بتعمليها قدام البنات؟ ايوه خليهم يشوفوهم على حياتك. اتجننتي؟ 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 انت عايز تعمل عليا يا راجل؟ انت مش راجل حزام. مش راجل حزام غصب عنك. وفاء انت طالع انت طالع انت طالع انت طالع. بس 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 يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما تعيطيش